برونيا. احنا معانا النهارده ناس بنشتري قطايف محمد المفضله لفاطمه الاسلامي، فانا نازله اشارككم في الاكل اللي هم محمد عبد قولي لهم ايه. طب بمناسبه رمضان كل سنه وانتم طيبين وربنا يعدي عليكم الايام بخير. لو تلاحظ نسبه الاقبال اللي عندي في المحل ممكن 95% مسلمين بيشتروا، انا ما عنديش حته مسلمين ومسيحيين في البلد، احنا كله عندنا واحد. انا عندي نسبه عمال مسيحيين ونسبه عمال مسلمين. الاقبال اللي عندك ده كله لو سالت هتلاقي 99% مسلمين منه، وده صاحب مسيحي. ده نسبه لان ما عنديش اي فرقه ما بين مسيحي وبين مسلم. البلد كلها كده، ما عندناش اي طائفيه في البلد، وده كلام لو سالت الناس هتقول لك الكلام ده فعلا حقيقي. ما عندناش اي تفرقه ما بين الديانتين. المسيحيين بيجوا شهر رمضان بالذات يشتروا كنافه وقطايف محبه في اخواتهم المسلمين، مش عشان حاجه. هم فاكرين ان القطايف والكنافه دي كان في رمضان بس، لكن لا، احنا بنشتغلها على طول. لكن هم بيجوا عشان ياخدوا كنافه وقطايف يشاركوا اخواتهم المسلمين في الفرحه بتاعتهم بتاعت رمضان. نسبه ان رمضان ده احنا يعني احنا كمسيحيين بنلقبه بشهر البركه، زي برضه اخواتنا المسلمين بيلقبوه بشهر البركه، احنا برضه بنلقبه بشهر البركه. بيبقى فيه سوق زي ما انتم شايفين، المحل بقى شغال حلو والناس مبسوطه والناس فرحانه بتيجي عندنا. احنا ناس هنا في اسيوط يعني ما فيش اي تخالف بيننا، يعني مسلمين واقباط وكلهم ناس، هي ناس في محبه وفي موده وطول عمرنا هي عايشين مع بعض بسلام وناس زي الفل الحمد لله. فما فيش اي مشاكل بالنسبه لنا.